الله الرحمن الرحيم. هو انتوا جيتوا؟ طيب صباح الخير بقى اذا كنتوا في حفلة الساعة 10 ومساء الخير في أي حفلة بعد كده. بقى الفيلم بتاعنا اللي هتشوفوه بتاع الكمثريات الفاتنات فهو فيلم بيعالج مشكلة اجتماعية يومية أسبوعية شهرية سنوية أبدية وصراع بين الرجل والمرأة على الأشغال العمومية. فهل تستطيع أبلة فنية وسيدة ذكية وفانت علي إلى آخر إيه إنها تلاحم الرجالة في الأشغال العمومية؟ أظن ده مش معقول 100%. مش معقول ليه يا أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنتوا طلعتوا لي منين؟ تقدر تقولي ليه إحنا ما نشتغلش زيكم؟ لأنكم أنتوا مخلوقين للبيت وللمطبخ ولتربية الأولاد. وإيه اللي يمنعنا من الشغل في أي شغلة تشتغلوها أنتوا يا رجالة؟ أقول لك يا ستي، تقدري تشتغلي وأنتي لابسة الفستان الشيك اللطيف ده، سواقة وابور سكة حديد. وابور ضلك كمان. وابور سبرت وابور جاز وابور نور وابور الساعة 12 المجبل على الصعيد. بقى اسمعها يا ست انت وهي. شايفين الناس اللطاف اللي قاعدين في الصالة دول؟ شايفين. تقبلوا انهم يكونوا حكام بيننا وبينكم انتوا يا ستات؟ نقبل. اذا يا حضرات المتفرجين القضية بقت في ايديكم انتم، بس لاحظوا بقى انهم بقوا بينافسونا في الطب، في المحاماة، في الهندسة، وقال مش مكفيهم كل دول؟ لا. جايين قال ينافسونا في الكمثرة، عاوزين يشتغلوا كمثريات في الاوتوبيسات. من فضلك يا استاذ ما تأثرش على الحكام والشهود، ده يبقى تزوير. لا يا اختي انا ما اقصدش اثر، بس يعني اذا كانوا جم في صالحكم ما ينسوش انهم هيقعدوا في البيت يطبخوا ويغسلوا ويرضعوا على بال ما يجوا الهوانم اجوازهم من الشغل. لاحظوا انكم مش هتشوفوا اليوم ده ابدا. يا خلال ثم لا ثم نور. يلا يا ركام يلا يا ركام عندنا توصيل من بدايتك. يلا يا ركام قبل ما يطلع يا حلاوته مطلق وبيلمع بجنس لطيف اللي بيقطع مش بعد الشر راجل بشناب. تقدروا تشتغلوا مثلا كمثريات؟ امال دي اسهل شغل عندكم. احنا بصراحة كنا جايين وقضينا نشتغل كمثريات بس مش حاجة تانية. وايه اللي خلاكم تختاروا الشغلة دي بالذات؟ والله حتى شفنا من واحد كمثري ما عندوش قلب. قلنا لو كانت واحدة ست ما كانتش عملت كده. تقدروا تقدموا شكوى عن الحادثة ديت واحنا نعاقب المسؤول عنها. انما الشغلة دي متعبة خالص ما تناسبش. كفاية ان الكمثري طول النهار واقف على رجليه. احنا مستعدين نقف على رجلينا وايدينا كمان يا حضرة المدير. كده؟ امال؟ تحب تشوف؟ تحب تاخد فكرة؟ بنات؟ في راجل عندكم يقدر يعمل كده؟ لا 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 ده كلام فارغ. انا مش ممكن ابدا انه يكون ليا زميل بنت حرمه. مش ممكن ده يحصل وانا هنا ابدا مستحيل. انتوا فاهمين انهم هيتلعبوا في الشغله دي؟ ده احنا يا رجاله نفسنا بيتقطع قبل ما نخلص ورديتنا. الرجاله يخوف احنا من على العموم يا جماعه مش هو ده المهم؟ امال ايه هو المهم؟ المهم رضا الوالدين. اسمع يا سواق. افندم يا فندم. مجموعه النفوسه هي الكمثريه معاك النهارده. اهو ده اللي كان ناقص. طب ما كنتوا تشوفوا لها المدموزيل خدوجه تسوق لها العربيه. ها؟ شايف يا حضره النفس؟ ما تقصرنا. هتقصرك ليه بس يا واد وكيل انت؟ ليله شغلنا حلوه الليله.